التربيه الرياضيه جامعه كفر الشيخ، ويعني عنده موهبه الرسم على الوجوه. عرفنا اكتر على فنيات هذه طبعا الموهبه الجميله. تعرف عليك اكتر بقى. انا اسمي هشام يحيى، كليه التربيه الرياضيه، عندي 25 سنه. اتعلمت الموهبه دي امتى يا هشام؟ يعني ممكن وانا في ثانوي. وانت في ثانوي اللي موجود بدات تتعلم الحرفه دي ويبقى عندك الموهبه. اول عمل عملته بقى نفذته على وجه اطفال كان فين يعني؟ اول عمل كان هنا برضو في نادي الاستاد، نادي كفر الشيخ. تقصد يعني نادي كفر الشيخ. بدات ان انت بقى ترسم. قول لي بقى الانواع المختلفه، يعني رسمه زي دي كده الفراشه دي بترسمها بكام بقى الرسمه دي المختلفه؟ الفراشه دي ب 10، الرسمه دي ب 10، ب 10 جنيه. اصغر منها شويه كده على الخم، بتبقى بخمسه. بخمسه جنيه. دي الرسومات المختلفه بقى اللي انت بترسمها. بتستغرق بقى الوقت قرب ما بتستغرق قد ايه الوقت بقى اللي هو معاك ان انت بترسمه يعني؟ موجود. ممكن من 5 دقائق لـ7 دقائق. من 5 دقائق لـ7 دقائق. ده الرسمه نفسها اللي هي موجوده. بيجي لك بقى الطفل او باباه او مامته مثلا يقول لك ارسم لي رسمه، اللي هو بيحددها، رسمه بيحددها. في بقى ايه فراشه. ممكن انا بقى اوري له، ممكن اوري له من عندي انا مثلا على الموبايل بتاعي. تمام. ابدا ان انا اوري له الصور اللي عندي، هو يختار منها، يختار منها الرسومات. ممكن فراشه، ممكن باتمان، اللي هي الشخصيات بقى اللي احنا بنشوفها الكرتونيه، الشخصيات اللي هي الكرتونيه المغرب. يعني الاطفال برضك يعني بيبقى عندهم حب ان هو يرسم رسومات مختلفة زي الاشكال الكرتونية المختلفة اللي هي اللي موجود. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ في سنة كام يا حازم؟ كي جي تو. انت راسم رسمة ايه؟ نمر. نمر قوي. النمر ايه؟ قوي. والاسد ملك الغابة مش كده؟ اتفضل الغابة. طيب انت رسمة الفراشة. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ هيا. علي صوتك. اسمك ايه؟ هيا. شاطرة يا هيا، بتحب الفراشات؟ طيب يا هيا، قول لي بقى بتستخدم الوان بقى ايه اكتر يعني عشان تكون طبيعية للوجه وهي بتتشال بقى؟ قرب المية. ممكن الالوان دي. تمام. دي الوان مية. دي الوان مية. دي الوان كويسه جدا للوش، ما بتضرش الوش. لكن الالوان دي لا، ما ينفعش نستخدمها. لان دي بتبقى الوان حجر. تمام. بيبقى فيها ماده ممكن تعمل حساسيه للوش، ممكن تبوظ. تعمل حساسيه للوش. لكن الالوان دي كويسه للوش، ما بتبوظش الوش. ما بتبوظش الوش. لا موجود. دي اللي كنا اكتر اللي موجود. الاطفال بيبقوا مبسوطين طبعا مع الرسومات المختلفه اللي انت بتنفذها على وجهها. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ قول لي كده اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اتكلم. قول اسمك ايه؟ اسمك ياسين. 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 طيب قول لي بقى يعني افضل الرسومات اللي هي اكتر بيحبها الاطفال وبيكونوا يعني مقبلين على الرسومات عليها بالذات، يعني البنات هل بيحبوا رسمه معينه؟ الفراشات. عند ممكن رسومات مثلا رسمه زي البعثوقه مثلا. تمام. دي شخصيه كرتونيه. يعني الرسومات المختلفه بتاع الكرتون هي اللي بتستحوذ. ممكن بقى الولاد بقى بتحب السبايدر مان. تمام. تحب باتمان، اسد، نمر. تمام. دي الحاجات اللي هي المختلفه يعني الـ طبعا.